بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورجعنا تاني لتطبيقات الموبايل. لو تفتكروا كنا عملنا فيديو قبل كده عن ازاي نستغنى خالص عن استعمال زر الباور في فتح او في قفل الجهاز، والنهارده هنتعلم ازاي هنستغنى تماما عن زر الصوت في رفع او في خفض الصوت، وده عن طريق تطبيق مجاني مساحته حوالي 4 ميجا بس، هسيبه لكم في وصف الفيديو او في اول تعليق. عن طريق التطبيق ده هيكون في دايره موجوده اقدر ان انا اعلي او اوطي الصوت عن طريقها. يا ترى ايه هو التطبيق ده وازاي اقدر انزله؟ ده هيكون موضوعنا النهارده. وما تنسوش في اخر الفيديو هنجاوب سؤال الفيديو اللي فات ونقول كمان سؤال الفيديو ده. انا محمد العشماوي، ويلا نبدا بعد ما نصلي على النبي. ورفعنا لك ذكرك. هنفتح البلاي ستور وهنكتب في البحث زر الصوت المساعد وندوس بحث. الاختيار الثاني هيكون التطبيق اسمه الاسيستيف فوليوم باتون، هنضغط عليه ونعمل انستول ونعمل فتح اوبن. هيفتح التطبيق، هيطلب مني الاول اذنين، هديله الاذنين الاو، وبكده ظهرت عندي الايقونه اللي هقدر اعلي واوطي الصوت منها. لو ضغطت على الزائد هيجيلي اقدر اعلي واوطي الصوت براحتي. طبعا الدايرتين دول اقدر اكبرهم واصغرهم براحتي، اقدر اخلي اللون بتاعهم شفاف اكتر لو انا عايز عشان ما يغطيش على حاجه وراهم. بدخل على البرنامج نفسه واغير الاعدادات بتاعته من جوه، هلاقي موجود هنا الباتون سيتنجز او اعدادات الزر، هضغط عليها. هنبدا نغير في الزرار بتاعنا، خلي عينيكوا على الزرار وشوفوا التغييرات اللي هتحصل دلوقتي. اول واحده فيهم الباتون ترانسبيرنسي، دي شفافيه الزر، لو انا عايز يبقى شفاف اكتر شوف الزرار بدا يختفي اكتر كده، موجود كده ظاهر كده بدأ يختفي خالص. ممكن اخليه 50% بحيث ما يبقاش واضح قوي او شفاف قوي. اللي تحته على طول الباتون سايز، حجم الزر بتاعنا، هنلاحظ التغييرات اللي تحصل دلوقتي. لما اكبره حجم الزر بقى كبير قوي، اصغره حجم الزر بقى اصغر، اشوف ايه اللي يريحني وافضل برضو يكون 50% كويس خالص. الاختيار الرابع هيكون المسافة بين الزرين، يعني بين الدايرتين، دايرة الزائد ودايرة الناقص. لو انا عملت كده الدايرتين بيبعدوا عن بعض، لو عملت كده الدايرتين بيقربوا من بعض، اشوف ايه افضل اختيار بالنسبة لي واعمله. اخر حاجة واهم حاجة ان انا هنزل تحت خالص، هلاقي اخر اختيار سيستم فوليوم بار، هفعل الاختيار ده علشان لو تلاحظوا دلوقتي لما اعلي الصوت هيجيلي اختيارات التحكم في كل اصوات الجهاز، مش بس صوت الميديا، ده كمان صوت الرنات وصوت النوتيفيكيشنز وصوت كل الاصوات اللي في الجهاز يعني. تعالوا نشوف مع بعض سؤال الفيديو اللي فات. سؤالنا النهارده هيكون عن رفع الايدين في الصلاه. بنشوف ناس بترفع ايديها قبل الركوع، وناس بترفع ايديها بعد الركوع، وناس ما بترفعش ايديها خالص، هو الصح فين؟ وكمان في صلاه العيد وفي صلاه الجنازه، نرفع ايدينا مع التكبيرات ولا ما نرفعش ايدينا؟ والإجابة هتكون إن إحنا بنرفع إيدينا في الصلاة في أربع مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر. والموضع الثاني عند الركوع، الله أكبر وأركع. والموضع الثالث بعد القيام من الركوع وأنا بقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. والموضع الرابع والأخير عند القيام للركعة الثالثة، بعد ما خلص التشهد الأوسط وهقف أقول الله أكبر وأبدأ الركعة الثالثة. طب ايه دليلك على الكلام ده؟ الدليل هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري. فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، واذا ركع رفع يديه، واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، واذا قام من الركعتين رفع يديه. طيب رفع الايدين في صلاة الجنازة وفي صلاة العيد، فتكبيرات الجنازة الأربعة فالسنة فيها رفع الإيدين مع التكبيرات الأربعة، وده رأي الشيخ ابن باز، لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يرفعان أيديهما في التكبيرات الأربعة. وبالنسبة لتكبيرات العيد فالسنة برضو رفع الإيدين في كل التكبيرات، وده برضو كان رأي الشيخ ابن باز لما سألوه عن موضوع رفع الإيدين في تكبيرات العيد. سؤالنا النهاردة هيكون عن آية في سورة الأنبياء، قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسؤالنا هنا هيكون عن معنى كلمة نقدر عليه. ذنون اللي هو سيدنا يونس، ذنون يعني صاحب الحوت، النون اللي هو الحوت، فذنون هو سيدنا يونس، والآية بتقول إن سيدنا يونس ظن أن لن نقدر عليه. فإيه معنى كلمة نقدر عليه هنا؟ يعني معقول سيدنا يونس كان بيظن إن ربنا لن يقدر عليه؟ من معنى القدرة اللي هي الاستطاعة؟ يعني ربنا مش هيقدر عليه يعني؟ أكيد لأ. طب إيه بقى المعنى الصحيح؟ هو ده سؤالنا. اللي يعرف المعنى يكتبوا لنا في التعليقات، وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. تابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتليجرام، الروابط كلها تحت الفيديو. اشترك في القناة بالضغط على الدائرة اللي في النص، وشوف كمان فيديوهاتنا اللي فاتت، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.